حلقات الرائعة المتجددة كل يوم. أنا من متابعين البرنامج في السجن من لحظة انطلاقه، أطلب منكم المزيد بالاهتمام بنا بالأسرى على شاشتكم المنيرة بوجودكم كي تتفاعل معنا الأحبة العرب في كل مكان، لأنه بحاجة لكم معنا لترفعوا معنوياتنا في السجون الإسرائيلية، لأنه برنامج صباح الخير يا عرب محبوب عند ملايين الناس. طبعا كمان يشكرنا على البقالات الطبية ونحن نستفيد منها على مدار الأسبوع، وشكر لكم على هذا الإنجاز الرائع. وإلى الأمام مع شكري الخاص إلى MBC ولك لوجين ولك جلال، وأنا يجعل أيامنا وأيامكم كلها خير وبركة، وبارك الله فيكم. سميت ابنة أختي لوجين تقديرا لك، شكرا يا كمال، أكيد شكرا لكل الأسرة. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، نحن نخجل منكم ونستبد منكم الأمل أكيد. راح ننتقل إلى موضوع آخر أكيد، اسمحوا لي مشاهدينا معلش، بس فعلا تحية لكل الأسرة. شكرا لسار، راح ننتقل إلى موضوع آخر يخفف ربما من وطأة هذا الموضوع. يعتبر طبعا هو من أجمل شواطئ العالم، يمكن البعض منكم زاره يمكن لا، هو شاطئ الإسكندرية في مصر الذي يعاني من التكدس، من الغلاء، من السلوكيات التي ربما يمارسها البعض في عدم المحافظة عليه. حاول بعض المسؤولون رفع مستوى الخدمات لتهيئة